أهلا وسهلا، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من هذا المكان الغابي المليء بالأشجار الجميلة. باش نعملوا حلقة جديدة من برنامج أو من فقرة الخدعة السينمائية. باش نختار لكم بلاصة وسط هذه الأشجار، باش نختار لكم مؤثرة بصرية وصوتية جميلة جدا، فابقوا معي ما تفوتوش الفرصة. واو، يجب لي الهرب غاب هذه كلي مع تأثيرها صوتية وبصرية مخيفة جدا، وأنا رتعبت منها ولا أريدها. إلى اللقاء في حلقة جديدة، أتمنى أن تكون قد أعجبكم هذا الفيديو فقط من هذه الأشجار الخفيفة وكذا مرعبة كثيرا. إن شاء الله تكون الفقرة هذه تعجبكم، أتمنى يعني تمدوني بتعليقاتكم واقتراحاتكم. إلى اللقاء في فيديو جديد. Peace and love. أبي 84 برودكت.